أنت بوعيك حكيت عن الشهادة كشيء جميل، أنت بتعتقد أنه شيء جميل؟ الشهادة كتير شيء جميل جدا جدا، كل الناس بتتمنى الشهادة، أيوة. لأنه يعني إيش في أحلى من إنك تروحي على الجنة؟ طب مين أفضل، السلام مع وجود حقوق كاملة للشعب الفلسطيني ولا الشهادة؟ الشهادة. أنا أخذ حقي بعدين أستشهد، لأنه بدنا نعيش إحنا طفولتنا حياتنا. ماشي يسرى، أنت راضية بالكلام هذا؟ طبعا الشهادة أحلى، لأنه إنه إحنا هلا بدناش الدنيا، بدنا الآخرة. أيوة. إنه مش الدنيا اللي حتفيدنا، الآخرة. عشان هيك طبعا يعني إنه كل الشباب الفلسطينيين يعني مش زي أي شباب تانيين، دمهم حامي. طبعا أكيد بفضل الشهادة لأنهم فلسطينيين. أطفال فلسطين أخذوا فكرة إنه هذه شهادة، إنه عندهم مثلا إنه الموت شهادة، وهذا إشي كتير كويس. إنه مثلا كل طفل فلسطيني ولد مثلا عمره 12 سنة، يا رب استشهد.